السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث والوضع اللي داير في الشارع المصري. هنبدأ بالتأكيد بالتشكيل الأمثل لمباراة النادي الأهلي مع نادي الهلال السوداني، المباراة الملحمية اللي مصر كلها منتظراها والعالم العربي كله منتظرها. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. هنتكلم خلال الفيديو على التشكيل الأمثل وحقيقة تسريب عقد ناصر منسي كالعادة في نادي الزمالك. بيحصل تسريبات كتيرة على الخمس سنوات والعقد الفلكي او العقد اللي احنا شايفينه بلغه الكوره كده زي ما بيقولوا عقد ولا في الاحلام، كان اللعيب بيتقاضى من فريق اوروبي. كمان بالنسبه لازمه كهرباء، ويعني زي ما بيقولوا يعني نادي الزمالك ادى كده بنطه لمحامي نادي محامي النادي الاهلي ومحامي محمود عبد المنعم كهرباء. بمعنى ايه؟ ان شاء الله هنتكلم من خلال الفيديو. كمان عايز اتكلم من رساله اللي وجهها كابتن محمود الخطيب لجماهير النادي الاهلي، الجماهير الوفيه المحترمه، الجماهير اللي انا شايفها من الجماهير اللي هي يعني رفع لها قبعه على مستوى الوطن العربي والعالم كله. وحقيقه ضغط كولر على الاداره لتمديد عقد بيرسي تاو بدل ما ينتهي سنه 24 ينتهي سنه 25 للاحتياج الفني للاعب المميز جدا جنوب افريقي اللي بدا يثبت جداره، اللي بقى من يعني ركن اساسي من الفرقه وركيزه اساسيه بيعتمد عليها كولر في الفرقه. اتمنى التوفيق لتاو، لعيب كبير جدا وشفناه في مباراه ليبيريا جنوب افريقيا ضد ليبيريا، عمل مباراه ممتازه جدا وصنع هدف، لعيب كبير لعيب متميز جدا. تعال ابدا بالفيديو. بالنسبه لكهرباء، كهرباء نادي الزمالك طلب من المحامي بتاع كهرباء ان الغرامه نازله من الفيفا بالدولار. طبعا احنا عارفين ان في ازمه في مصر كلها بسبب الدولار، عارفين ان كمان في سوق سوداء، عارفين ان البنوك ما بتطلعش دولار. فكهرباء النهارده عشان يخلص الموضوع ويشتري من السوق السوداء بالنسبه للدولار هتشتري ب 40 و45 جنيه، يعني الغرامه ممكن توصل تعدي ال 100 مليون جنيه. اتمنى التوفيق لكهرباء، اتمنى بقى الازمه اللي بقى لها سنين دي تخلص، احنا زهقنا منها. يعني النادي الاهلي بقى المفروض يشوف حل للكهرباء، لازم يشوف حل عشان اللعيب يبدا يشوف مستقبله. كهرباء مش صغير، عنده 28 سنه، اتمنى له التوفيق، لعيب كبير لعيب متميز وهيبقى ركيزه في منتخب مصر وهو النجم الفرقه في النادي الاهلي، وهو اللعيب الاساسي اللي كولر يعتمد عليه بالنسبه للمباراه نادي الهلال. اتمنى التوفيق لكهربا، لعيب كويس لعيب كبير، ومن اهم مميزات كهربا ان هو داخل الملعب لعيب ديناميكي عنده تحركات مميزه جدا، بيلعب كجناح شمال او كجناح يمين او كشادو سترايكر او مهاجم صريح، الاربع مراكز بيقدر يؤدي باداء متميز جدا. كمان كهربا عنده الميزه ان هو حريف جدا وعنده ذكاء تكتيكي ان بيقدر يتحرك داخل البوكس او داخل ال 18 بشكل مميز جدا، بيتحرك عرض كويس جدا، بيتحرك طول كويس جدا. وكمان من اهم مميزات كهربا الخمس ست خطوات اللي هو السبرنت الاولاني او الدفعه الاولانيه، لعيب برجل لعيب طويل كمان. كهربا 183 ولا 184 سم، لعيب سريع ولعيب برجل، اتمنى له التوفيق، بيقدر يخطف اي مدافع في اول خمس ست خطوات، انا شايفه من اللعيبه المميزين جدا. محمود عبد المنعم كهربا ركيزه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكولر مهتم بيه ومعتمد عليه اعتماد كامل على عكس موسيماني خالص اللي كان مهمش دور اللاعب. اتمنى التوفيق لمحمود عبد المنعم كهربا خاصه مع المنتخب او مع النادي الاهلي. عايز اتكلم كمان من رساله كابتن بيبو لجماهير النادي الاهلي، يا جماعه فيديو توعيه يا جماعه، لازم نشجع كلنا على قلب راجل واحد. احنا المباراه بالنسبه لنا مباراه مفصليه ومباراه ملحميه، وهي هتفرق في مستقبل كولر بالنسبه للاداره الفنيه مع النادي الاهلي، وهتفرق مع مستقبله كمدرب داخل النادي الاهلي، وهتفرق مع النادي الاهلي كمان، تدي له بوش وتدي له دفعه مميزه جدا لو ان شاء الله قدر يتخطى الهلال. طب الهلال فنيا فريق عادي جدا، اقل من العادي، يعني البنك الاهلي والله سموحه اي فريق في مصر في يوتشر بيراميدز اقوى منه بمراحل. وان شاء الله اكلمك بمفاجاه بالنسبه للنادي في يوتشر، واحتمال كبير جدا جدا يخرج بره بطوله افريقيا، واقول لك من خلال فيديو احداث الامر ده ايه. طب تعالى اكلمك كمان في حاجه مهمه جدا جدا جدا، بيرسي تاو احنا عارفين ان عقده هينتهي في صيف 24. النادي الاهلي كولر بيحاول يضغط عليه وبيضغط على كابتن غالي وعلى كابتن محمود الخطيب وعلى لجنه التخطيط كلها ان تاو مش للبيع، ان تاو لعيب كويس جدا، ان تاو لعيب كبير جدا، لازم الجوده بتاعته بانت جدا في كاس العالم للانديه وفي بطوله افريقيا خاصه في مباراه سان داونز ومباراه القطن الكاميروني، بعد ما صنع هدفين للكهرباء وجاب جول ولا اروع، وبعد احرازه هدف ولا اروع من مهاره فرديه في مباراه سان داونز اللي النادي الاهلي للاسف اتغلب فيها 5-2. مش عايزين نقف عند المباراه دي، تعال نتكلم في الحاجه المهمه ان هو كولر
طلب تمديد عقد اللاعب. يعني ايه تمديد عقد؟ يعني اللاعب ينتهي عقده في صيف 24، قال لك لا نجدد سنه كمان او نمدد سنه كمان في صيف 25. بصراحه كولر انا معاه، لان ميرسي تاو لعيب كبير جدا وفي اي وقت هيتباع هيجيب فلوس. وبالعكس كل ما اللعيب بيبدا يلعب ومستواه يتطور اكتر كل ما سعره هيزيد في الترانسفير ماركت. انا شايفه لعيب كبير، لعيب هايل. انا يا جماعه ذكرت قبل كده 100 مره لعيب بيلعب في برايتون الانجليزي او جاي من برايتون الانجليزي، كان اخذ احسن لعيب في الدوري البلجيكي، الدوري القوي، الدوري المتميز اللي فيه انديه كتير جامده جدا زي اندرلخت وستاندرد لياج وانديه كتير جدا يعني مميزه جدا في الدوري البلجيكي، مع ان هو ياخد احسن لاعب في الدوري البلجيكي يبقى لعيب كويس، لعيب كبير، لعيب عنده امكانيات فرديه وفنيه، ولعيب انا شايفه بالنسبه للنادي الاهلي مفتاح لعب كبير قوي خاصه ناحيه اليمين. ان شاء الله بيرسي تاو يبقى له دور مهم جدا بكره الساعه 9 ان شاء الله في مباراه نادي الهلال. تعالى اكلمك كمان بالنسبه للتشكيل الامثل اللي كولر بيفكر فيه. كولر طبعا بالتاكيد محمد الشناوي، اثنين سرد باكات ناحيه اليمين رامي ربيعه، ناحيه الشمال محمد عبد المنعم، باك ليفت او ظهير ايسر لعيبه كويس قوي او مفتاح اللعب بالنسبه لناحيه الشمال علي معلول، ناحيه اليمين هاني، اثنين ديفندرات طبعا بالتاكيد هيبقى اليو ديانج جنبه مروان عطيه، هيلعب لعيب رقم 10 لعيب كويس قوي محمد مجد قفشه اللي بدا يفوق، ناحيه اليمين بيرسي تاو، وناحيه الشمال احمد عبد القادر ومهاجم صريح الفولت العالي اللعيب الكبير قوي محمود عبد المنعم كهربا اللي هيبقى له دور مميز جدا من خلال المباراه، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يهدف جول واثنين من خلال الشوط الاولاني. اتمنى التوفيق لكهربا لان انا واحد من الناس بحب كهربا وبحب اللعيب الحريف قوي زي محمود عبد المنعم. كهربا لعيب حريف من الدرجه الاولى، لعيب ذكي جدا تكتيكيا ومهاريا، انا شايفه بصراحه هو حبايه الكريز بالنسبه للنادي الاهلي. تعالى بقى نخش على القلعه البيضاء او نادي الزمالك. نادي الزمالك للاسف بعد حبس مشار مرتضى منصور نادي دخل في دوامه ودخل في مدعكه، اقاله فيريرا، طب مين المدير الفني؟ طب مره خالد جلال، طب مره ميدو، لا طب مره مدرب برتغالي، طب مره مدرب اسباني، طب مره مدرب فرنسي. نادي الزمالك مفيش حاله استقرار. تعالى بقى اذكرك بالكارثه اللي كان فيها نادي الزمالك السنه دي. نادي الزمالك بيخسر بطوله افريقيا وبيطلع منها، بيطلع من كاس مصر على عن طريق نادي بيراميدز، بيخسر الدوري من النادي الاهلي بنسبه 100% وخارج المنافسه وفي المركز الخامس، يعني حتى من الصعوبه انه يوصل مركز ثاني، بيخسر كاس لوسيل، بيخسر كل حاجه، بيخسر السوبر المصري من النادي الاهلي، يعني كل حاجه. النهارده السنه دي موسم كارثي. في عقد بقى اللاعب ناصر منسي اللي انا شايفه جايب رقم كبير وبياخد فلوس كتير، اتسرب عقد ناصر منسي، اول موسم لناصر منسي مع النادي الزمالك هياخد 8 مليون جنيه و500 الف، ثاني موسم 13 مليون جنيه، ده سعر كبير جدا، ثالث موسم 15 مليون جنيه، رابع موسم 15 مليون جنيه، خامس موسم 16 مليون جنيه. ارقام فلكيه في لعيب انا شايفه كويس كل حاجه، بس الرقم ده كبير جدا يا جماعه، والله اكبر لعيب في مصر ما يستاهلش اكتر من 10 مليون جنيه، اللي هو اما مين؟ رمضان صبحي، السوليه، اليو ديانج، عمرو بتاع ده اللعيب الكبير قوي عبد الله السعيد، اسامه جلال السيرد باك هايل، خمس ست لعيبه في مصر يستاهلوا 10 مليون، لعيبه بتاخد ثلاثينات واربعينات. انا سمعت ان بيراميدز كان بيفاوض حسين الشحات كان يديله مليون دولار في الموسم، يعني بتتكلم من 30 ل 35 مليون جنيه في الموسم، ده رقم غريب ورقم فلكي كبير جدا. يعني انا شايف بيراميدز هو الفريق الوحيد اللي جه وعلى السقف الرواتب، يعني حاجه غريبه جدا. كمان فيوتشر بيد ارقام غريبه، بيد عشرينات وخمسينات وثلاثينات، يعني ارقام فلكيه. تعالى بقى اكلمك بالنسبه لفيوتشر. فيوتشر احنا عارفين ان كان مطلع اللعيب المميز جدا احمد رفعت اعاره، احمد رفعت شارك في المباراه الاخيره. طبعا عارفين ان الفيفا بنسبه 90% لو ما كانش احمد رفعت متسجل على السيستم من القائمة الأولى أو القائمة الثانية بالنسبة لفيوتشر في بطولة الكونفدرالية، يبقى فيوتشر هيخسر المباريتين وبره البطولة. في حالة إيه كمل في البطولة؟ في حالة إن أحمد رفعت تكون متسجل على السيستم. إن شاء الله أتمنى التوفيق لنادي فيوتشر، وإن شاء الله اللاعب يكون متسجل على السيستم إن شاء الله، وفيوتشر يقدر يعدي في الخطوة القادمة. نادي مصري، نادي كويس، نادي محترم، أتمنى له التوفيق. إدارة فنية الكابتن علي ماهر ومستثمرين مصريين متميزين جدا، وكابتن شوبير اعلامي كبير وكان لعيب كوره كبير وعنده باك جراوند محترمه جدا بالنسبه لاداره الكوره وبالنسبه للفنيات الكوره. كابتن شوبير مش محتاجين نقيمه، حاجه كبيره، علامه في الاعلام المصري وعلامه كمان في
تاريخ الكرة المصرية خاصة مع النادي الأهلي وخاصة في حراسة المرمى. أتمنى التوفيق من كل قلبي النادي فيوتشر. تعالى بقى أذكرك ببعض الأمور اللي خاصة بالشارع المصري كده في نهاية الفيديو. كهرباء وأزمة جديدة مع نادي الزمالك، تسريب عقد اللاعب الكبير قوي ناصر منسي، رسالة توعية من كابتن الخطيب وكابتن حسام غالي. طبعا اللاعب الكبير جدا بأمر من كولر، تمديد مع اللاعب بيرسيتاو، اللاعب كبير جدا لسنة 25. وعايز أذكرك في حاجة، فراس بالعربي مضى النهاردة رسميا للنادي الأهلي، لاعب نادي عجمان مقابل مليون دولار. أتمنى له التوفيق، لعيب كويس جدا، لعيب من اللعيبة المتميزة اللي أتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي وأتمنى له التوفيق مع منتخب تونس. تعالى أذكرك على السريع كده بتشكيل النادي الأهلي. في الحراسة مرمى الشناوي، اثنين سرد باكات على اليمين عبد المنعم، على الشمال ربيعة، ناحية الشمال علي معلول، ناحية اليمين محمد هاني، اثنين في نص الملعب ارتكاز مروان عطية وأليو ديانج، قدامهم لعيب كويس قوي اللي بدأ يفوق قفشة، ناحية اليمين بيرسي، ناحية الشمال عبد القادر، ومهاجم صريح كتارجت مان محمود عبد المنعم كهرباء. ده كان فيديو النهارده. لو عجب الفيديو ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لتصلك كل جديد. لو بتتابعنا على اليوتيوب، لو بتتابعنا على الفيسبوك، ريت تعمل لايك وشير للفيديو. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. سلام عليكم.